فان شاء الله النهارده هناخد حاجتين، حاجه نظري وحاجه ايه؟ حاجه عمليه. حاجه النظري هنكلمك عن الاجهزه اللي ممكن تكون شغاله في لير 1، والاجهزه اللي ممكن تكون شغاله في لير 2، والاجهزه اللي ممكن تكون شغاله في لير 3. الحاجه النظري بقى، الحاجه العملي هكلمك عن طريقه التوصيل، ازاي نوصل ما بين الاجهزه دي وبعض، ويعني ايه الكابل اللي احنا بنوصل بيه، كابل الايثرنت وتركيب الالوان فيه، والحوارات دي كلها هنعرفها ان شاء الله. طيب اول حاجه عايز اقولها لك، لير 1 ديفايس. لير 1 دي اللي هي كانت اسمها ايه؟ الاجهزه اللي ممكن تكون شغاله في لير 1. فاكر لير 1 احنا درسنا امبارح اللي هو الساي موديل. لير 1 دي اللي هي اسمها ايه؟ من تحت. الجهاز من تحت. يا راجل. ابلكيشن فيزيكال لير. فيزيكال لير. يمكن احنا كنا قلنا ان الفيزيكال لير هي اللي هي المسؤوله عن تحويل الفريم لكهرباء. الى جانب برضه اللي هي المسؤوله عن التوصيلات الماديه في النتورك بتاعتك، هي المسؤوله عن الكابلات اللي انت محتاجها طولها قد ايه، محتاج تستخدم ريبيتر ولا لا، محتاج تستخدم انك تقول اشاره ولا لا، الكابل ده خامته حلوه ولا خامته وحشه ولا هي المسؤوله عن التوصيل عموما بشكل عام. اللير اول جهاز ممكن يكون بيشتغل ما بينهم جهاز اسمه ريبيتر. ريبيتر ايه الريبيتر ده؟ هنقول مثلا ان احمد ومحمد عايزين يعملوا شبكه ما بينهم، فهم مجرد جهازين، وعشان تعمل شبكه بين جهازين انت كل اللي انت محتاجه سلك، مش محتاج انك تستخدم لا هوب ولا سويتش، يكفيك سلك بس يصل ما بين الجهازين دول. ادي جهاز وادي جهاز. هنقول الاثنين زمايل بيعملوا شغل مثلا معين سوا، ان هم في مشروع تبع الكليه، والراجل ده هيشتغل عليه شويه والراجل ده هيشتغل عليه شويه، فمشغلين فولدر ما بينهم هم الاثنين يشتغلوا عليه. واللي يخلص يسيف شغله في المكان اللي هي الفولدر اللي هم متفقين عليه، سواء على الجهاز ده او على الجهاز ده. المهم هم موصلين بعضهم بايه؟ مثل الراجل ده مثلا له اي بي وليكن 10.0.0.1، ما لازم كل جهاز في الشبكه يبقى له عنوان. والراجل الثاني ده الاي بي بتاعه 10.0.0.2، هنقول بعد ما احمد ومحمد وصلوا الشبكه ما بين الجهازين، جاب الجهاز ده والجهاز ده وصلوا ما بينهم سلك، جه احمد يبنك. طبعا هم بيتهم هنقول ان بيتهم قريبه من بعض، حوالي المسافه ما بينهم حوالي 300 متر، تمام. فجه احمد بعد ما ركب الجهاز ده وركب الجهاز ده ووصل، فبيحاول يشوف الجهاز الثاني شايفه ولا لا، فبيستخدم حاجه اسمها بينج. عارفين يعني ايه بينج؟ هقول لك يعني ايه بينج، بس المهم بينج دي اشاره او 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 حاجه كده بنستخدمها، او مسج رساله بنستخدمها، انا ببعت الرساله دي كده للراجل ده، لو الراجل ده رد عليا كاني ببصي له الكوره، بصيت له الكوره وهو رد عليا، يبقى انا شايفه وهو شايفه، تمام كده؟ فالمهم الراجل ده بيبنج على الراجل ده، فالراجل ده ما ردش عليه، وهتفهم يعني ايه بنج، هنعمله بشكل عام ان شاء الله النهارده. بنج عليه ما ردش عليا، احمد يقول انا يا عم والله مقرش الكابل صح، وعامل التوصيلات دي صح، ومع ذلك ده مش شايف ده. ليه يا راجل يا طيب؟ لان المسافه اللي انت استخدمتها كانت مسافه كبيره. الكابل اللي انت بتستخدمه ده عشان توصل بيه اللي هو الايثرنت كيبل ده اللي هنتكلم عنه برضه كمان شويه، الكابل ده الديفولت او الطول بتاعه المناسب 100 متر. يعني بين الجهازين والجهازين 100 متر، ما تزودش عن 100 متر. لان بعد ما هتزود عن يعني لما هتزود الطول عن 100 متر مقاومه السلك هتزيد، فالاشاره هتقل فيه، تيار الكهرباء هيقل فيه، فبالتالي الطرفين ممكن ما يشوفوش بعض لان السلك طويل. لذلك بينصح بين كل 100 متر و100 متر تركب حاجه تقوي الاشاره، انتوا بتسموه سويتش او هاب، ما الهاب ده برضه فيه ريبيتر من جوه حاجه بتقوي الاشاره. اول جهاز ظهر زمان كان جهاز سويتش كده ببورتين. سويتش ببورتين. فجاء احمد عبد العزيز قال لك ايه؟ ده بص يا عم انا ايه؟ انا هستخدم هاب، هستخدم ريبيتر. الريبيتر ده كده جهاز ببورتين، يعني بالظبط كده هاب بس ببورتين.
الاشاره لما اكون وصلت هنا من عند الراجل ده ضعيفه كده خالص ومش خلاص انا ممكن اكبرها واعديها الجنب الثانيه وقلت له الراجل الثاني شوف الراجل الاولاني. وبالتالي احمد قدر يحل المشكله ان هو جاب لي بيدر شاف الغلط فين؟ الغلط ان هو استخدم سلك طويل كان المفروض انه يجيب في النص حاجه تقوي الاشاره لان الاشاره هتضعف على طول السلك الطويل ده. فلابد ان يجيب حاجه. طيب افرض انا مستخدم انا كنت كاتب 300 متر صح انك تستخدم كام ريبيتر؟ 2 ريبيتر في النص كده خدت بالك ليه؟ بعد كل 100 متر احط واحد بحيث يقوي لي الاشاره. طب لو السلك ده 200 متر يكفيك ريبيتر واحد هتكون وصلت الاشاره للراجل. طب يا باشمهندس لو السلك اتقطع لازم كونكتور ولا لو السلك اتقطع هنتفاهم فيها بعدين بس مش لازم كونكتور. بس السرعه مش بتقل؟ نعم السرعه مش بتقل؟ لا ما بتقلش خدت بالك؟ مش محتاج انك تستخدم كونكتور. والافضل كمان انك ما تستخدمش كونكتور. ليه؟ لان الكونكتور مع الوقت الكونكتور ده حته معرضه في الهواء. طبعا انت بتقرش السلك ده من هنا وتقرش السلك ده من هنا وتجيب الكونكتور وتوصل الاثنين ببعض صح كده؟ مع الوقت وتلف عليه مثلا شكرتون ولا حاجه مع الوقت الكونكتور ده بيلم تراب ومطره فبيصدي او بيتمسخ من جوه فبيبقى عازل الكهرباء. فبتلاقي نفسك انك بعد وقت محتاج انك تغيره تقطع وتقرش ثاني. انما انت لو وصلت بقى كده السلوك على بعضها كده السلوك العاديه البلدي بايدك كده تشتغل. عارف انت كم سلك اللي شغال؟ كم سلك؟ اربعه بس. عارف منهم؟ مين؟ البطاريه والادابتر. جدع. هنتكلم عنهم بالتفصيل دلوقتي وهتعرف ازاي توصل ولما حاجه تقطع يكفيك انك توصل اربع سلوك بس مش شرط توصل الثمانيه. مين هم؟ البرتقالي والاخضر زي ما زميلك قال كده بس باختلاف الترتيب على حسب ترتيب معين هنتكلم عنه كمان شويه. يبقى احنا ايه؟ الريبيتر ده ايه؟ اول الاشاره ده اول جهاز. تاني جهاز ممكن يكون شغال في لير 1 جهاز اسمه هاب. هاب بس قبل ما اتكلم عن الهاب ما تيجي نوريك الريبيتر ده بشكل عملي شويه. انتوا طبعا قايلين الاجهزه بتاعتكم. يا ريت يا محسن لو تدخل على اي جهاز من الاجهزه دي. ادي مثلا الشباب ده مش واصل. حاضر سيبنا احنا استنى. بس الجهاز شايف؟ طبعا ده برنامج اسمه سيسكو باكيت تريسر. البرنامج ده ان شاء الله تشتغل عليه بالتفصيل. برنامج ده سهل جدا وبسيط. طبعا لما تحب تشتغل عملي لما تروح البيت وتحب تشتغل عملي طبعا مش هنجيب لك رواتر ولا محتاج عشان تعمل لك لاب 3 4 رواتر و3 4 سويتشات وخمس ست اجهزه. طب مين كل مين هيدفع فينا حاجه زي كده وهيشغل مكان في البيت بحاجه زي كده وكابلات بقى وقرج عايز بمعنى صح عايز تعمل ورشه عمل عندك في البيت. لا هو البرنامج ده بسيط جدا وهيفهمك الدنيا ماشيه ازاي لان وبرنامج ده يحاكي تقدر تقول بيحاكي الواقع بنسبه 100% بالنسبه لك انت كراجل بتاع سي ان ايه يعني انه مش معدي حاجه. يعني مثلا انا عايز اجيب جهاز اضغط على الاجهزه سهل جدا. عايز اجيب راوتر اضغط على الراوتر تظهر لي كل الراوتر اللي عنده. عايز اجيب سويتش تظهر لي كل السويتشات اللي عنده. عايز اجيب جهاز تطلع لي بقى جهاز ولابتوب وسيرفر وطابعه وايفون كل حاجه موجوده. انا عايز اجيب اجهزه ادي جهاز مثلا اهو وادي جهاز اهو. عايز احط الجهاز ده وليكن اي بي. طيب الجهاز ده انا احط له مثلا ليكن اي بي 10001 ابدا اتدرب اشتغل على البرنامج ده. البرنامج ده فري تقدر تجيبه من لو دخلت انت على الفور شير اكتب باك تريسر واخر نسخه نازله 5.3 الى جانب ان هو موجود على الجهاز اللي انا شغال عليه تقدر تاخده يعني. ايه طيب الجهاز ده مثلا ليكن 10002. طيب انا عايز اوصل الجهازين دول ببعض هنقول مثلا المسافه بعيده يعني انا ممكن اوصل بسلك واحد بس لو دخلنا المسافه بعيده يبقى احنا محتاجين ايه؟ محتاجين ريبيتر. لو ضغطت كده على اول حاجه هنا حاجه اسمها هنا بص كده لو بصيت معايا ده كده ايه؟ ده تقرا كده الاسم اللي مكتوب تحت ريبيتر ده. عايز تتفرج على منظره؟ شوف منظره الحقيقي عامل ازاي؟ عباره عن زي ما انت بتسميه كده سويتش ببورتين. خدت بال حضرتك؟ ممكن تطفيه ممكن تشغله يعني حاجه كده شبيهه بالايه؟ بالواقع شويه يعني. انا عايز اوصل هتجيب الكابلات.
هتجيب الكابلات وتقوم موصل الجهاز ده. الجهاز ده طبعا هقول لك بقى كابلات ازاي تقرجها وازاي تعملها كمان شويه. تفتكروا يا جماعه انا عايز احط، على فكره انا ما حطيتش الجهاز ده اي بي، انا حطيته كده على الرسمه عشان احنا نشوفه، انما الجهاز ده عايز تحط له اي بي اضغط عليه. شوف كيس الكمبيوتر عادي جدا عايز تحط فيها وتشغلها مفيش اي مشاكل. هات الديسك توب اي بي كونفجريشن هنا اهي خانه دي، لو ضغطت انت عليها كده قول له الاي بي بتاعك 10.001، الماسك بتاعك هيتكتب اللي هو 255.000. هنتكلم في الماسك ان شاء الله الحصه الجايه. الجيت واي انا مش محتاج يعني ايه جيت واي، ومش محتاج ان انا اقوله لك لان هتعرف مش الحصه الجايه، الحصه اللي بعدها برضه ان شاء الله. كذلك برضه الراجل ده احنا محتاجين نحط له اي بي كام؟ 10.002. تفتكر دلوقتي لو انا قلت على الجهاز ده وبنكت على الجهاز ده، الجهاز ده يرد عليا؟ بص كده معايا، لو انا عملت بينج مسافه 10.002، انا فتحت الدوس اللي هو سي ام دي اللي كنا فتحناه قبل كده، الجهاز ده برضه في دوس؟ اه في دوس. لو قلت له بينج 10.002 اتفرج كده ايه اللي هيحصل؟ ريبلاي فروم كام؟ اقرا كده، ريبلاي فروم 10.002. طب واحد قال لي طب يا باشمهندس انا عايز البنج يشتغل ما يوقفش، يشتغل ما يوقفش، يبقى انت محتاج تعمل بنج مسافه ماينس تي كده. تقول له بنج مسافه ماينس تي 10.002. ماينس تي معناها ايه؟ ريبيتد. ريبيتد ما توقفش. ما يعني انت دلوقتي عملت لي اربعه بنج، لا انا عايز الدنيا ما توقفش. بصوا كده يا شباب. ها عمال شغال شغال عمال ما بيه ما بيقفش الى ما لا نهايه، طول ما انت مشغل الاجهزه الدنيا شغاله. طب وده البنج ده فايدته ايه؟ البنج ده بالظبط كاني ببعت بباصي الكوره لمحمد لعبد المحسن مثلا، بباصي له الكوره فاشوف عبد المحسن هيرد عليا ولا لا. لو عبد المحسن رد عليا يبقى عبد المحسن شغال وشايفني، يبقى احنا نقدر الشبكتين كده او الجهازين شايفين بعض او الطريق ما بيني وما بينه سالك، يبقى نقدر اعدي اي بيانات. اللي بيحصل بطريقه ثانيه لو اتفرجت عليا مثلا كده، بصوا شباب لو انا بعت قلت له هل الظرف، الظرف من هنا لهنا الدنيا تمشي ازاي؟ لو الراجل ده حب يبعت لي ده اتفرج، المعلومه مشيت لغايه الريبيتر، والريبيتر بعد كده يعديها للراجل ده. ده اول ايه؟ انت بعت له اول بنج. طب ما انت لما تبعت له بنج لازم هو يرد عليك، يقوم ايه؟ يرد عليك، توصل هنا تقوم توصلك انت مره ثانيه. في عملية الإرسال الأولى كنت أنت السورس وهو الديستنيشن. في عملية الإرسال الثانية كان هو سورس وأنت الديستنيشن، أنا ببعت لك بنج. صح كده؟ لو أنت استلمتها تبعت لي ريبلاي. فأنا لما بعت لك بنج كنت أنت عامل لي إيه؟ ريبلاي. في حالة إرسال البنج كنت أنا السورس وأنت الديستنيشن، في حالة الريبلاي كنت أنت السورس وأنا الديستنيشن. يعني يا جماعة لو أنت بصيت على المنظر ده هي هو البنج بتاعك أنت بتبعته. البنج بتاعك فاكر انت الامر اللي انت كتبته اللي هو بنج مسافه ماي ده، انت البنج اللي انت بعته. طب والريبلاي ده الراجل بقى انت عمال تبعت ويرد عليك، تبعت ويرد عليك، تبعت ويرد عليك وهكذا. ده بالنسبه للايه؟ لقصه الايه؟ البنج والحاجات دي. طيب كنت عايز اقول لك ايه تاني في النقطه دي؟ افرض قطعت السلك، خلوني يا جماعه قطعت السلك، او اقول لكم مش قطعت السلك، خلوني طفيت الهب ده. اديني طفيت. ايه اخبار البنج؟ شوف النقط قالت حمرا ازاي؟ ايه اخبار البنج؟ اتفرج كده. بدا يديك حاجه اسمها ريكويست تايم اوت. ان انا ببعت بنج للطرف الثاني والطرف الثاني ما بيردش. يبقى في عائق في الطريق، يا اما الجهاز الثاني مطفي، يا اما سلك مقطوع، يا اما الهب اللي انت معامله مطفي. ما حاجه من تبدا انت بقى تشيك تشوف ليه؟ ايه المشكله؟ اهم من انك تعمل الشبكه انك تترابل شوت المشكله فين. فانا دلوقتي قدرت اوصل ايه؟ المشكله دلوقتي في الخط الواصل ما بين الجهازين دول، ابدا اشوف الكابلات سليمه، الكابلات تمام، الجهاز الثاني شغال؟ اه الجهاز الثاني شغال. طب الهب شغال كويس؟ اه لا ده الهب كهرباء حضرتك مفصوله عنه. طب لو وصلنا الكهرباء على الهب ايه الاخبار؟ اتفرج كده انا وصلت الكهرباء بدا الايه؟ بدا البنج يشتغل ان انا ببعت له وهو بيرد عليا لان الطريق سليم. فاهمين حاجه؟ ده كان بالنسبه لاول جهاز. فربنا ده اول جهاز عموما اتعمل في مجال الشبكات. الجهاز الثاني، الجهاز الثاني ده اسمه هب. الجهاز الثاني اسمه هب. الهب ده تعريفه ابراهيم مالتي بورت ريبيتر، يعني ريبيتر متعدد الفتحات. ريبيتر متعدد الفتحات شكله عامل ازاي ابراهيم؟ عامل كده شكله على الورق كده، لما تيجي ترسمه على ورقه عباره عن صندوق مقفول او مستطيل وعليه خط
مستقيم. في فتحات كتيرة اللي هو ده الجهاز ده. ده بالنسبة لإيه؟ للهضم. بربط أكتر من جهاز. بس في مشكلة في الهضم إنه غير أمين في نقل المعلومة. يعني هنقول إن الجهاز إيه؟ بيبعت أو بيكلم الجهاز بيه، مش المفروض الهضم ده مثلا ده بورت واحد وده بورت اثنين وده بورت ثلاثة وده بورت أربعة. يقوم يعمل إيه؟ يعمل شورت سيركت كده وبيقفل الدايرة ما بين بورت واحد وبورت اثنين بحيث هما بس يكلموا بعض، ده ما يشوفش دول. يعمل ايه؟ شورت سيركت ما بين الراجل ده والراجل ده بس. ولكن الهب ما بتصرفش بالاساس ده، الهب المعلومه اللي تجيله وما يعرفش بقى البي ده موجود على اي بورت، لا ده ولا ده ولا ده، عشان يضمن انها توصل يقوم يبعتها كده كده كده. يا عم انا عايزها توصل لمين؟ هتوصل لكم. انا راجل غير امين، قلت لي لو اي حد هنا مشغل برنامج سنيف ولا حاجه يقدر يلقط الراجل ده قاعد بيبعت ايه وبيعمل ايه. ودي مشكله الهب ان هو غير امين. ولكن هو كتر لك عدد البورتات اللي كانت في الريبيتر، كتر لك عدد البورتات اللي كانت في الريبيتر. شكله عامل ازاي لو محسن كل على الشاشه مره ثانيه؟ شكله عامل ازاي؟ احنا ممكن نشيل الراجل ده نعمله ديليت ونجيب الاجهزه ثاني. هب هب بص ادي هب، لو انت اتفرجت عليه منظره شبيه فعلا بالثاني بس كبير شويه. عايز توصل فتحات تانية تقفل خدت بال حضرتك وتوصل، ادي فتحة ولا دي فتحة فايبر، فتحة فصل انترنت تانية، فتحة نت عادية زي اللي انت تعرفها بالفايبر ده ان شاء الله نتكلم عنها بعدين. اديني مليته كله. في كام بورت ده يا شباب؟ 1 2 3 4 5 في 2 ب 10، في 10 بورتات، يعني يقدر يكفي 10 اجهزة. مش مجرد الجهازين دول بس، لا ده انا ممكن اوصل اجهزة ايه؟ وطبعا بتوصله عليه زي ما انت حضرتك شايف كده. الجانب انه في امكانيه ان هو يتوصل على اكتر من جهاز. لو انت اتفرجت مثلا ممكن نجيب جهازين كمان، ادي جهاز ادي جهاز، ممكن توصل بالمنظر ده. توصيله دي اسمها ايه بقى في التوبولوجيز؟ ستار ستار توبولوجي، نقطه مركزيه وكل متوصل عليه. واحد يقول لي طب انا مش انا عايز اتفرج على منظر ال عايز اتفرج على منظر ال شوف عباره عن الشكل الحقيقي بتاعه وفتحات متوصل عليها زي ما انت شايف. طبعا الفتحات دي متوصله على اجهزه الكمبيوتر اللي انت شايفها دي، كل ايه فتحه داخله في ايه في كابل زي ما حضرتك شايف. ماشي، ده كان بالنسبه للجزئيه بتاعت ايه الهب. تعال نتكلم بقى على الاجهزه اللي ممكن تكون تقع في لير 2. اول حاجه اللي هو النت نتورك انترفيس. كارت الشبكه بتاع الجهاز بتاعك. هو السؤال دلوقتي امتى بتحدد ان الجهاز ده او الجهاز ده له القابليه انه يعمل في لير 2؟ إذا كان بيتعامل بالماك أدرس. والله إذا كان بيتعامل بالماك أدرس الجهاز ده له قابلية للتعامل في لير 2. بيتعامل بالأيمهات بس يبقى الجهاز ده له قابلية إن هو نقدر نقول ده في لير 3 يعني نتورك لير. كارت الشبكة بتاعك يمكن حتى أنا ما بقولش عليه لير 2 بس، هو كمان لير 3 لأنه بتحط له أي بي. ولكن هو ليس عنده القدرة على إنه يروت. أنت طبعًا ما أنتش فاهم يعني إيه يروت بس هتفهمها إن شاء الله قدام. فما اقدرش اعتبره ان هو لير 3، فهو لير 2 اكتر من انه يكون لير 3، لانه بيبعت المعلومه من عنده لجهاز ثاني في نفس الشبكه او المعلومه من عنده للراوتر اللي معاه في نفس الشبكه وخلاص على كده. فهو يعتبر لير 2 ديفايس اكتر من انه يكون لير 3 وان كان بياخد اي بي. ده بالنسبه للايه؟ للنتورك انترفيس. نتورك انترفيس كارد اللي هو لو ماك ادرس زي ما انت شايف بقى، زي ما قلت لي المره اللي فاتت كان 00 مثلا 1 دي 3 4 5 6 1 3 اف 2 كده كام؟ 1 2 3 4 5 6 8 12 12 حرف مظبوط. وكنا اتفقنا ان قلنا الست الاولانيين دول اللي هم ايه؟ السيريال نمبر بتوع الشركه اللي بتصنع، والست التانيين دول اللي هم السيريال نمبر بتوع الايه؟ بتوع الكارت نفسه. غير كده كمان قلت لك ان الماك ادرس بتاعه
بيرند اون ات مطبوع عليه. برد يعني محروق او مطبوع. البنت ادرس مطبوع على الشباية بتاعت الروم الموجودة فيه على البروسيسورية اللي هي ايه، لو انت شفت كارت كده كامل قبل ما تركب في البي سي اي تلاقي فيه كده ايه اي سي هاي كده صمت كارت الماك ادرس بتاعت ده ايه مطبوع عليه غير قابل للتغيير. وان كان الراجل ده ضرب معايا المرة اللي فاتت قلت له انت لما بتغير انت بتقنع الويندوز، انت بتضحك على الويندوز ان ايه ان الماك ادرس بتاع الجهاز كده، انما لو بتاع الكارت الشبكه ده، انما لو فكيت الكارت ركبته في جهاز ثاني هيرجع لاصله، او حتى لو غيرت الويندوز يرجع لاصله. يبقى ده دليل ان هو ايه هو ثابت، بس يمكن التلاعب في قيمه عن طريق انك تضحك على الويندوز بس. ده اول جهاز ممكن يكون شغال في لير 2. ثاني جهاز شغال في لير 2 موبايلات لو سمحت يا شباب، البريدج. يمكن البريدج ده ما عادش موجود دلوقتي لان انا مش هتكلم عنه كتير، هكلمك عن التعديل بتاعه. البريدج بمعنى كلمة بريدج يعني ايه؟ كوبري. كوبري الراجل ده جواه جدول يقول لك انا برج واحد ولا عندي برج اثنين، برج واحد وصل عليه الماك اي والماك بي، برج اثنين وصل عليه الماك سي والماك بي. كوبري يعني ايه؟ حلقة وصل ما بين هضفتين، او ما بين نقدر نقول لو في نيل وده مثلا ضفة وضفة اللي هو حلقة وصل ما بين ضفتين كوبري كده. تفتكروا لو ايه حد يكلم بيه؟ ايه حد يكلم بيه؟ المعلومة تيجي كده صح للهب، الهب بيعمل فيها ايه؟ يبعتها كده وكده، يبعتها كده وكده. تيجي للراجل ده، تيجي للراجل ده يقوم يعمل ايه؟ هيبص في الجدول مين رايح يكلم مين؟ ايه رايح يكلم مين؟ طب ما هو بالنسبة لي على نفس البورد، افتح كوبري مش هعدي المعلومة دي عامل تاني، كلهم بقى مع بعض كده. طب لو سي حب يكلم دي برضه الهب سي هيبعت كده ده مطلعها كده مطلعها كده، تيجي الراجل ده سي بيكلم دي، طب ما الاثنين على الضفه اثنين افتح ليه؟ مش هفتح. انما لو ايه حب يكلم سي المعلومه اللي هتبقى خارجه من ايه او الفريم بقى صح الكلام؟ هيبقى فيها السورس ماك ايه الديستنيشن ماك سي، فتوصل للراجل ده مين حب يكلم مين؟ ايه حابب يكلم سي؟ اه طب ايه بالنسبه لي على بورد واحد وسي على بورد اثنين؟ او ما اعمل ايه؟ اقفل او اشغل الكوبري بتاعي عشان المعلومه تعدي. من فكره عمل الايه؟ البريدج. مش هتكلم عن البريدج كتير، انا مش عايز اتكلم فيه اكتر من كده، لان البريدج طوروه. كتروا بورداته من بورتين، خلوها بقى بورتات 24 بورت 48 بورت 100 بورت 200 بورت في جهاز واحد. كتروا بورداته وزودوا سرعته. فاصبح اسم البريدج سويتش. تمام كده؟ كتروا بورتات البريدج وزودوا سرعته فبقى اسمه سويتش. لذلك الناس القديمه في المجال يقول لك ايه بريدج. الناس القديمه في المجال يقول لك على السويتش بريدج. ليه؟ نفس فكره العمل. نفس فكره العمل. بس تعالى بقى لما اشرح لك السويتش اللي هو برضه يعتبر الجهاز الثاني. الجهاز الثاني. اسمه سويتش. لو تقدر تكتب لي عليه كده مور بورتس ذان بريدج فاستر ذان اسرع من بريدج، لانه بيعتمد على حاجه اسمها كده يا شباب، حاجه اسمها اسيك ابلكيشن سيستم اي سيز، بيعتمد في شغله يعني تصنيعه او تصنيعه اصلا بعمل حاجه اسمها الشبات المبرمجه اللي هي الاي سيات المبرمجه ابلكيشن سيستم اي سيز. فالاي سيات او الانتجريتد سيركتس لو انت درست الالكترونات ان هي تعتبر من الوسائل السريعه لنقل البيانات، فعشان كده هو اسرع من البريدج. ماشي يا عم احمد؟
طيب بدون خط التفاصيل شكل السويتش عامل ازاي؟ خد بالك من الاشكال ها؟ الهب كان خط مستقيم اما السويتش شعاعين عكس بعض. لو قلنا ادي جهاز انا عايزك تتفرج بقى على فكره العمل بتاعته. لو قلنا ده ايه؟ ده بي ده سي ده بي. ده بورت واحد ده بورت اثنين ده بورت ثلاثه ده بورت اربعه. الحاجه اللي بيتميز بيها السويتش خد بالك بقى لان في ناس كتير بتكلمك يقول لك ايه الفرق ما بين السويتش والهب؟ طب مين احسن السويتش والهب؟ مين السويتش ولا الهب؟ طبعا انت بتقول له سويتش ليه يا عم؟ يقول لك اصله ذكي. ذكي ازاي يعني؟ هي الفكره اصلا يعني نقدر نقول ان مفيش مقارنه، ليه مفيش مقارنه؟ هل ينفع تقارن ما بين الراجل والست؟ انا لما باجي اقارن بقارن من حاجتين في نفس النوع. كنت بقول لك ايه الفرق ما بين محمد واحمد؟ اه والله الراجل ده شكله كذا والراجل ده شكله كذا والراجل ده فيه ميزه كذا وده فيه ميزه كذا. انما انت هتقارن ما بين جهاز شغال في لير 1 وجهاز شغال في لير 2، جهاز بيفهم مكات وجهاز ما بيفهمش مكات، فما فيش وجه للمقارنه، فاصلا ما ينفعش انك تقارن ما بينهم. الا يعني رغم انهم لهم نفس الشكل. من ورا تيجي تبص تلاقي الجهازين لهم فتحات من ورا، يعني بصوا كده يا جماعه انتوا يمكن خليني احط هنا عشرة زوم زوم ثلاثة. أربعة. لو تجي يا محسن كده على الشاشة. لو جبنا يا جماعة سويتش. واحد يقول لي طب يعني وريني منظر السويتش، منظر السويتش بص عليه من ورا كده. ده سويتش 24 بورت، فيها 24 بورت. ماشي كده؟ طب الهب بص المنظر الهب في اختلاف. واحد يقول لي ده دور مش هتفرق يعني، بس المنظر من ورا واحد. الفرق كله في ماهية العمل، ده بيشتغل ازاي وده بيشتغل ازاي. طيب وان وجبت هنقول احنا قلنا مفيش مقارنة، بس خليني اقول لك الهب بيشتغل ازاي والسويتش بيشتغل ازاي. لو ترجع لي على السبورة تعالى نتفرج ازاي ده بيفرد المعلومه وده بيفرد المعلومه، اللي هنا ده هب واللي هنا ده سويتش. لو ايه حب يكلم بيه يقوم يبعت المعلومه لايه؟ لايه؟ السويتش اللي يبعت ايه حب يكلم مثلا دي، يعني السورس ماك ايه والديستنيشن ماك دي. المعلومه توصل للهب. الهب يقوم يعمل ايه؟ ما يعرفش دي فين، ودي موصل. لو قلنا ده برضه واحد من اثنين وده ثلاثه وده اربعه، على فكره الهب ما يعرفش مين فين، ما يعرفش الماك الفلاني على بورت كذا والماك الفلاني على بورت، ما يعرفش. هي عايزه توصل لدي، طب انا اعرف دي على اي بورت من بورتاتي؟ طب عشان اضمن انها توصل ابراهيم اعمل ايه؟ اقوم مخرجها كده، مخرجها كده، مخرجها كده. دي رد عليه، دي رد عليه. يوم تيجي للهب، طب وانا عارف ايه فين؟ ما اعرفش ايه فين. يوم يعمل احمد، يوم مخرجها كده ومخرجها كده ومخرجها كده عشان اضمن انها توصل ليه؟ صحيح وصلت للايه؟ بس وصلت للناس الثانيه ولا مش صح؟ لو تيجي على السبور على الشاشه دلوقتي اوريك الحركه ديت فعلا بشكل الى حد ما عملي. بصوا كده يا جماعه، هنقول ان ايه اللي هو الجهاز ده 10 1 عايز يكلم الجهاز 10 2. ماشي الكلام؟ الجهاز ده دلوقتي جايبه لك خلاص. فنقوم نعمل ايه يا شباب؟ لو ده حب يكلم ده، بصوا كده انا عايزك تتفرج عليا. لا احنا عايز اجيب دي. ده حب يكلم ده، اتفرج كده معايا. شوف المعلومه هتخرج ازاي. راحت للهب، الهب يقوم يعمل ما يعرفش جهاز 10 2 ده على اي بورت، يقوم مطلعها ازاي؟ للكل. مين يرد؟ طبعا لا ده يرد ولا ده حتى كاتب لك معلومه غلط اهو. مين اللي يرد؟ صاحب الشقه جات له. يقوم يعمل ايه؟ عشان يضمن انها توصل لورا. بس في كلتا الحالات راحت لمين؟ للناس دي، بس الناس دي مش هتاخدوها برضه، دي مشكله. السويتش غير كده. هنوصل السويتش دلوقتي وهنشوف. بس قبل ما اوصل السويتش تعالى اما اشرح لك السويتش بيشتغل ازاي. يبقى انت دلوقتي عرفت عيب الهب. تعالى اما اوريك السويتش ايه مشكلته؟ او مش ايه مشكلته؟ ازاي بيشتغل؟ الميزه فيه يعني. ده جانب ميزات ثانيه كتير يعني، دي اهم ميزه بالنسبه لك دلوقتي. بص يا سيدي انا لسه قايل السويتش حاجه،
السويتش بقى اللي انت ما تعرفوش في جدول، الجدول ده بيسموه كام تيبل او ماك ادرس تيبل، كام تيبل او ماك ادرس تيبل. ايه الجدول ده؟ فيه المكان بتاعت الاجهزه اللي بتوصلها. بس الجدول ده في الاول يا شباب بيبقى فاضي، يعني بقول لك انا عندي بورت 1 بورت 2 بورت 3 بورت 4، يا ترى مين متوصل على بورت 1؟ انا ما اعرفش. مين متوصل على بورت 2؟ انا ما اعرفش. مين متوصل على 3 برضه 4؟ انا ما اعرفش. بس اللي هيبعت هبطه. طيب فرضا ان ايه؟ حب يكلم دي، فالمعلومه خارجه يا احمد عامله ازاي؟ راح من مين لمين؟ راح من ال دي خارجه كده. طبعا انت لسه قايل، هنقول انك لسه قايل السويتش، يعني السويتش مش مسجل اي حاجه. فتقوم اول باكت تروح، او مش اول باكت ان صح التعبير، اول فريم، لان يعني حاطط مكانها اهي صح كده، اول فريم تروح للسويتش. فالسويتش يبدا يبص مين باعت ايه؟ راح مين دي؟ طب بيبص في الجدول فين دي؟ احنا لسه في السويتش قايل. السويتش يقول لك بص، طب انا هقول لك على حاجه، سامحني انا لسه بتعلم. طول ما انا لسه بتعلم التمس لي العذر. التمس لك العذر ازاي يا سويتش؟ معلش يعني هتعامل كهرباء. انت اللي تعامل كهرباء في اول باكت بس، اول باكت بس من كل واحد. يعني دي حاجه ما تاثرش في شغلي، مش هتخلي الناس تقعد. ده باكت يعني واحد بايت، حاجه صغيره يعني، مش حاجه يعني، فمش هتاثر في شغلي، ما تقلقش يعني. يعني هتعمل ايه يا سويتش؟ وانا ما اعرفش حضرتك دي فين، وعشان اضمن المعلومه توصل ليه، فانا مضطر اتعامل كهرباء، فابعتها كده وابعتها كده وابعتها كده. طب تبقى فرق ده يعمل الهب حضرتك دي اول باكت بس مش اكتر، تمام؟ طب وبعدين؟ بس استنى عليا بقى، انا كده في مهاره اكتسبتها. مين اللي باعت؟ على بورت كام؟ لقطه. قوم مسجله على الفيس. جت المعلومه دي، فدي لما رد خدت بالك؟ ممكن ابعتها انا برضه، لاني برضه يمكن لو انا عارف مكان الايه ابعتها لايه؟ لو انا مش عارف مكان الايه؟ هقوم باعتها لكل الناس، بس في الحاله دي لقطت مين؟ دي على بورت 4. انا عمال بتعلم، كل واحد يبعت حاجه اقوم لقط الايه؟ الجنب بتاعه. بي بعت قمت لقط البي ان هو على بورت 2، سي بعت قمت لقط السي ان هو على بورت كام؟ 3. ساعتها بقى المعلومه لو خارجه من ايه راح لسي، يعني من ايه راح لسي، وجت لمين؟ السويتش. يقوم السويتش يبص، هي راح منين؟ راح فين؟ ايه عندي على بورت 1 وسي عندي على بورت 3، اقوم عامل شورت سيركت كده، او اعمل كوبري ما بين بورت 1 وبورت 3، بحيث ان بي ودي ما يسمعوش. يبقى المعلومه خرجت من الراجل ده راحت لمين؟ الراجل ده بس. يبقى مين احسن، السويتش ولا الهب؟ الجدول تاني يا باشمهندس، الجدول تاني، الجدول مره تانيه. طب ما تيجي اما اوريه لك بشكل عملي بقى، خليني اوريه لك بشكل عملي اكمال الشرح بتاعك. الجدول ده اسمه الماك ادريس تيبل. انا عايزك تتفرج معايا دلوقتي، انا همسح انا البتاع ده كده وهجيب السويتش بتاعي. ادي 10 1 مثلا اهو، وادي 10 2 نجيبه هنا، والرجاله دي كده نجيبها كده يمين. ده الجهاز ده اي بي هو، هحط له اي بي 10 3 و 10 4 10 3 و 10 4. لو انا وصلت الناس دي بالسويتش، لو اتفرجت معايا كده، طبعا هتلاقي السويتش بيجيب بني ما بيخضرش دلوقتي، بس بيخضر كمان شويه. طب ليه السويتش بياخد وقت عشان يخضر؟ الموضوع ده ان شاء الله تفهمه ان شاء الله وانت بتدرس السويتشنج. ليه هو بياخد وقت؟ لانه بيعدي بكذا ستيت كده، حاجه اسمها ليسننج ستيت، ليرننج ستيت، فورواردنج ستيت، فبياخد فيها وقت لغايه ما يخضر. بس الشاهد من الكلام اللي انا بقول لك دلوقتي ان هو هيخضر، بس اديله وقته. استنى بس العملية، وقف البنج بتاع الراجل ده كده. طيب احنا عملنا ريلود، حط السويتش وريله مرة تانية. السويتش لسه عيد بقى يا جماعة، خلاص؟ دي الوقت لغايه ما البورتات بتاعته تخضر. وعايزك تبص على الجدول، في جدول في السويتش اسمه ماك ادريس تيبل زي ما اتفقنا، او كام تيبل.
انا هكتب امر على السويتش وان شاء الله الحاجات دي تتعلموها قدام. مالكش انت دعوه بيه، انت بس كل اللي طالبه منك انك تتفرج، ما تشغلش بالك باللي انا هكتبه. هوريك الجدول بتاعه فاضي. انا هو السويتش لسه قايد، السويتش لسه قايد، استنى كده عليه لما يقدر. لو انت وقفت على السويتش دلوقتي وقلت له شو، خلينا اكبر لك الخط الاول عشان تبقى شايفني. وقفت انا على السويتش وقلت له شو ماك ادستيبل، وريني جدول المكات اللي عندك، هتعرف الكلام ده بالتفصيل يا عبد المحسن ان شاء الله. بس قدام ما تشغلش بالك من الكلوش. فالجدول فاضي زي ما انتم شايفين، مفيش فيه اي حاجه. طيب يا ابو حميد، لو خلينا الجهاز ده يبنج على الجهاز ده 10 1 بنج على 10 2، قلت له انا بقى بنج على 10 بنج على 10 2، وتعالى قول له شو ماك ادرس تيبل. خد بالك مع اول بنجال بعتت لقط الماك ادرس بتاع 10 1، لما 10 2 رد عليه لقط الماك ادرس بتاع 10 2، فيظهر في الماك ادرس تيبل كام ماك؟ المكان بتاع الراجل ده وبتاع الراجل ده. اقف على السويتش كده قول لي، قول له وريني الماك ادرس تيبل مره ثانيه. الله، كم ماك؟ بقول لك على بورت واحد في الماك الفلاني اللي هو الجهاز بتاع 10 1، على بورت 2 في الماك الفلاني اللي هو الجهاز بتاع 10 2. طب ما جابش الاثنين التانيين دول ليه يا محمد؟ محمد برضه ما جابش البورتين الجهازين التانيين. لا محمد، لان الجهازين التانيين ما حدش فيهم بعد حد. طيب واحد يقول لي طب بص انا هخلي 10 3 يبنج على 10 4، في لحظه ارسال البنج يقوم يلقط الماك بتاع 10 3، اول ما 10 4 يستلم ويرد على 10 3 يقوم لقط الماك بتاع 10 4. لو انت جيت انا دلوقتي هفتح 10 3 خليه يبنج على 10 4، فهقول له بنج مسافه ماينس دي 10 0 0 كتبنا غلط 10 احنا كاتبين حتى 10 غلط 10 0 0 كام؟ 4. ايه اللي بيحصل؟ 10 4 بيرد عليا. اتفرج على ماك ادرس تيبل كده مره ثانيه، شو ماك ادرس تيبل؟ ايه ظهر 4 عندك اهو، مجرد ما ده بعت يلقطوا ثاني لقط يلقطوا على طول. خدت بالك؟ اكتب لك جنبهم ايه؟ سويتش كاتب لك دايناميك. دايناميك يعني ايه؟ انا اللي لقطته لوحدي ما حدش قال لي عليه. خدت بالك؟ طيب السؤال دلوقتي واحد يقول لي طب يعني ايه؟ انت فهمت الفرق ما بينهم وما بين ان هو عنده ماك ادرس تيبل، وبالتالي دلوقتي لو جه جهاز 10 1 مثلا يعني جهاز ده حب يكلم 3، يا ترى المعلومه هتمشي ازاي؟ انت ملاحظ ان اول فريمه اتبعتت ايه ده؟ اول فريمه اتبعتت اتعامل فيها كهرباء، في لحظة العودة لا. طب ابعتها لي تاني، معلش ابعت لي تاني، ابعت لي تاني، ابعت لي تاني. ها ملاحظ دي؟ انت ما بعتش الاثنين، اصل معلش اللي انت بعتها لي كانت اول واحدة، فتعامل معاها كانها هوب دي اول واحدة بس، معلش بس بعد كده خلاص يعني الدنيا هتبقى سهلة يعني. خلاص شايف رجعت تاني نفس الجهاز، يعني اصبح مين بيكلم مين؟ فلان بيكلم فلان، الناس تانية ما تسمعش على نفس السويتش. وده كان اهم ميزه في عمل السويتش. طيب اخر جهاز، خد بالك انا بتكلم يعني ايه حاجات بسيطه خالص، انا ما بخشش في التفاصيل. انت تفاصيل بقى انت لسه اصلا ما دخلتش في المنهج. انا كل ده احنا من ايه يعني بنهرج يعني معلومات بسيطه كده، كل مره بتاخد معلومه بسيطه تفهمك الدنيا ماشيه ازاي، الدنيا ماشيه ازاي لغايه لما ايه المعلومه تكتمل قدامك. فانت ككورس انت بدات، انت لسه ما بداتش الكورس، ساعه ما تلاقيني جبت الراوتر وبدات اشتغل عليه هو ده البدايه الحقيقيه. كل اللي فات ده ان انا بمهدك بس انك عشان تفهم المعده دي شغاله ازاي. كلمه التايم اللي تيجي في البنج ايه؟ معناها لما بحكي وجيت قد ايه؟ لا معناها كيف قد ايه؟ خد بالك اللي هو بيقول لك ان الراجل ده ريبلاي عليك، الراجل ده عمل عليك ريبلاي وعمل المعلومه خرجت من عنده وجت عندك خدت مثلا 63 مللي سكند. يبقى هي في الواقع ان هي كمان راحت من عندك خدت هي كمان 63 مللي سكند، يبقى راحت وجت في 63 مللي سكند في 2. تمام؟ الجهاز الثالث او الجهاز اللي بنقدر نقول ان هو شغال في لير 3. طب لير 3 فاكرين لير 3؟ لير اسمها ايه؟ لير نتورك لير، والداتا فيها اسمها باكيت. طيب لو
طبعا الجهاز اللي شغال في دير سي جهاز اسمه راوتر، والراوتر ده جهاز بيفهم يتعامل مع اللايبات. الراوتر زي ما السويتش فيه جدول اسمه الماك ادريس تيبل، الجدول الراوتر فيه جدول ثاني اسمه راوتنج تيبل، جدول خاص بالشبكات. انا لو بصيت انت على الجدول بتاع الراوتر ده مثلا يقول لك انا اقدر اشوف الشبكه 20 0 0 0 لو خرجت من الفتحه سيريال 2 ده، ولو نطيت منها ما همش اي نقطه 2 و0. شايفها بكام نقطه؟ بنقطتين. وشايف برضو الشبكه 20 0 0 0 لو خرجت من سيريال 1 بس في الحاله دي 1 2 3 3. وبالتالي مين افضل مسار؟ اللي هو اللي فيه اللي فيه على سطات اقل. يقوم يلغي ده لان الراوتنج تيبل بتاع الراوتر، وان شاء الله ده هندرسه قدام، ده بس مجرد فكره سريعه جدا. في احسن المسارات، يعني شايف شبكه بمسارين، مين احسن واحد؟ اللي مؤقتا برضو اللي فيه عرض روادم اقل، احنا بنعرف بقى حاجه اسمها المتريك وهنخوض في تفصيلها ان شاء الله قدام. فاللي فيه عدد مسارات اقل مين؟ والله انا شايف سيريال 2. فبالتالي الراجل ده لو عايز يكلم الراجل ده هيبعت المعلومه بتاعته للراوتر، فالراوتر يقول له ايه؟ ما تمشيش من فوق، ده في الطريق طويل. خليك في الطريق ايه؟ الاتصال التحتاني ده يوصلك. ده كان كلام بسيط عن الراوتر. تاني حاجه عايز اديها لك النهارده، ازاي توصل؟ ازاي توصل ما بين الاجهزه وبعضها؟ هو في اختلاف؟ بص يا سيدي، الكابلات اللي انت ممكن توصل بيها ممكن تكون كابلات فايبر، ممكن تكون كابلات نحاس. كابلات فايبر وكابلات نحاس. كابلات الفايبر هي مش قصتنا ولا موضوعنا ولا كلامنا النهارده، بس هي عباره عن كابلات تمشي فيها الضوء، في فتحات في الراوتر او في السويتش بتقدر تستلم حاجه زي كده. بيمتاز الكابل الفايبر عن كابل النحاس انه يقدر تشيل عليه سرعات عاليه برضه، مش زي كابل النحاس ما تقدرش تشيل عليه سرعات عاليه زي بتاعت مين؟ زي بتاعت الفايبر. كابل النحاس على بقى هو ده اللي هندرس او هنتخصص في تفصيله بالظبط. في طبعا كابل كوأكسيال، وده طبعا مش هنخوض فيه برضه، لان كابل الكوأكسيال هو كابل الدش اللي انت بتستخدمه. عارف انت لما عندك دش وبتوصل التلفزيون بتاعك، كابل الاسود ده لما بتيجي تقشره بتلاقي فيه شعر، هو ده كابل الكوأكسيال. وده بتستخدمه لو انت عندك، لو انت شغال وايرلس، لو انت عندك جهازك وعايز تطلب منها الاكسس بوينت عندك، فانت بتطلع اريال كده من الجهاز بتاعك، بتجيب سلك كده كوأكسيال بتربطه في كارت اللان الوايرلس في الجهاز بتاعك وتطلعه فوق السطح وتركبه على اريال بحيث تلقط انت من اقرب اكسس بوينت او من اقرب حد بيبعت لاسلك عندك يعني. فده برضه مش موضوعنا، مش هنتكلم فيه. انا تركيز النهارده عاك على الكابلات اللي احنا بنستخدمها في التربيطات والتوصيلات الداخليه، الا وهو كابل اسمه يو تي بي وكابل اسمه اس تي بي. يو تي بي يعني انشيلد تويستد بير، وهنا شيل تويستد بير. كابل الاس تي بي طبعا اشهرهم كابل اليو تي بي اللي هو انشيل. ايه الفرق ما بينهم وما بين ده؟ هو نفس السلك، السلك الانترنت اللي انت بتستخدمه ده، كابل اللي معاه ده يو تي بي انشيل تويستد بير. الفرق ما بين الشيلد والانشيلد ان الشيلد بيبقى فيه شيلد معدني بعد الغطاء البلاستيك ده زي كده ورق مفضل عشان يعمل حمايه كهرومغناطيسيه للسلك، عشان ما يوصلش ما فيش اشاره خارجيه، مش اشاره تاثر على الاشاره اللي ماشيه جوه السلك. ده بالنسبه للايه؟ للانشيلد شيلد. اما هو يعني يمكن مكلف عن الشيلد، ويعني تاثيره يعني مش يعني ما بيعملش الايه؟ مش التاثير المطلوب يعني، مش يعني ايه ثمنه عالي ونقدر نروح على الفاضي مع ان ده يسد الغرض ويقضي الغرض. فكل الناس بتستخدم ده اللي هو الانشيل توست بير اللي هو الايه؟ الكابل اللي معاك. فالكابل اللي معاك ده طبعا انت لما هتيجي تقرشه، حد عارف الاول يعني ايه؟ انشيل يعني ما فيش هنا الغطاء المعدني، يعني مجرد ما افك البلاستيك ده كده، مجرد ما افك البلاستيك ده كده مش هلاقي غطاء معدني
هلاقي السلوك بتاعتي، هلاقي السلوك بتاعتي على طول، مفيش اي غلطه مع ده ولا حاجه، فده انشي. طب تويستد بير، طب بير يعني ايه يا محمد؟ زوج. زوج تويستد ملفوف، زوج ملفوف فعلا. لو انت بصيت كده قربت شفت، قربت انت المنظر ده كده هتلاقي فعلا الله يفتح عليك، هتلاقي كده لون اخضر واخضر ابيض، سلك كده اخضر ساده والتاني اخضر ابيض وملفوفين على بعض، واحد برتقاني والتاني برتقاني ابيض وملفوفين على بعض، واحد بني وبني ابيض ملفوفين على بعض، وازرق وازرق ابيض ملفوفين على بعض. طب حد يعرف يقول لي هم ملفوفين على بعض ليه؟ ليه هم تويست البير؟ ايه الحكمه من لفهم على بعض؟ اقول لك انا، يمكن اللي خدها الجماعه اللي هم درسوا موجات ثرمودايناميكيه، في اشاره ماشيه في السلوك دي صح كده؟ هم لفينهم على بعض ليه؟ هنقول ان السلك ده ماشي تحت تكييف، والتكييف من الهزه بتاعته ممكن تطلع منه ذبذبات او الكهرباء اللي ماشيه فيه مع الهزه تعمل لك موجات ثرمودايناميكيه، او اشاره ماشيه في الهواء ترددها او 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 مش هقول ترددها، الاشاره بتاعتها قويه شويه فممكن تخبط في السلك بتاعك فتشوشر على المعلومات اللي ماشيه جوه. فالمعلومات اللي ماشيه جوه تبقى فيها ايه؟ فيها شوشره وفيها ايرور. نتيجه لان السلك ممكن يكون مثلا معدي تحت تكييف وفيه ذبذبه ولا حاجه. عشان كده لفوا السلوك حوالين بعض. ليه لفوا السلوك حوالين بعض؟ لان لو جه مؤثر خارجي، تيار كهربي او مشترك كهربي، شارك هرمونات اثرت على السلوك دي فخبطت السلوك، فنتيجه ان الموجه الكهرومغناطيسيه بتخبط في السلك بتولد فيه الكترونات، فالالكترونات دي بتعمل تيار كهربي ياثر على التيار الاساسي اللي ماشي جوه. هما لفوا السلوك ديت عكس بعض ليه؟ هنقول لو الموجه المغناطيسيه او الموجه الكهرومغناطيسيه اللي هي شرط الشوشره جايه فخبطت السلك الاولاني اعصاره، خدت بال حضرتك؟ فهتعمل مثلا مجال في الاتجاه ده كده، فقامت خبطه السلك الثاني اللي هو ملفوف عكس الاولاني، فتقوم تعمل مجال كده، فاصبح المجالين عكس بعض، يقوموا يلاشوا بعض وتفضل الاشاره ماشيه جوه من غير شوشره. فالحكمه من لفهم على بعض ان مفيش مؤثر خارجي، اشاره كهرومغناطيسيه خارجيه تاثر على الاشاره او السيجنال الاساسيه اللي ماشيه جوه السلك. ماشي كده يا محمد؟ فاهم حاجه؟ ماشي. فده كان بالنسبه لحكمه الايه؟ لحكمه السلوك. طيب ازاي احنا نوصل السلوك دي؟ ازاي الاجهزه تتوصل؟ بقول لك على حاجه، لابد انك تبقى حاطط في دماغك الجدول اللي انا هحطه لك ده زي يعني ماشي يا عبد العزيز، احفظه كويس قوي الجدول ده. هنقول ده العمود واحد وده العمود اثنين، تحط لي في العمود واحد بي سي وراوتر اللي هم الاجهزه الطرفيه اللي بتبقى على اطراف الشبكه، اللي هو الجهاز بتاعك، هو في بعد الجهاز بتاعك حاجه؟ جهازك نهايه الطرف. والراوتر برضه عباره عن يعني ايه نهايه الطرف او بدايه الطرف لشبكه ثانيه. يعني دايما الدنيا بتبقى ماشيه كده، دي دايره ودي دايره. بتلاقي الراوتر بيستخدم للربط ما بين شبكه وشبكه. في نهايه الشبكه دي طبعا الشبكه يمكن يبقى فيها سويتش او هاب رابط اجهزه ببعض. وبرضه في هنا سويتش وايه؟ اجهزه مربوطه ببعض. لو تفتكر ان السويتش جهاز ما فيش بعديه حاجه فهو بيسموه جهاز طرفي، كذلك الهارد جهاز طرفي، كذلك الراوتر جهاز طرفي لانه بيستخدم للربط ما بين شبكه وشبكه. اما السويتش او الهارد جهاز يستخدم للربط ما بين اجهزه الشبكه الواحده. يعني الراجل ده والراجل ده والراجل ده، الفتحه دي في الراجل ده في شبكه واحده. الراجل ده والراجل ده والفتحه دي في الراجل ده في شبكه واحده، لذلك يستخدم سويتش للربط ما بينهم. انما الشبكه دي عشان تربط بالشبكه دي يبقى انت محتاج راوتر. وهتفهم الكلام ده ان شاء الله بالتفصيل قدام. طب العمود الثاني تحط فيه الاجهزه الكوميونيكيت، الاجهزه اللي عندها القدره على ربط اجهزه الشبكه الواحده زي الهب زي السويتش. بيقول لك ايه بقى عن عصام؟ اذا وصلت حاجه من العمود واحد لحاجه في العمود اثنين كانت لابد عليك تعمل توصيله اسمها ستريت. ستريت ثرو. توصيله ستريت. طب التوصيله الستريت بتتعمل ازاي؟ هقول لك كمان شويه. انما لو هتوصل يعني ايه؟ لو هوصل حاجه من العمود ده بحاجه من العمود ده يبقى تعمل توصيله ستريت. انما لو هتوصل حاجه من العمود الاول بحاجه نفسها في نفس العمود الاول
او حاجه في العمود الثاني، الحاجه نفسها في العمود الثاني، وجب عليك هنا في الحالتين دول تعمل توصيله اسمها كروس اوفر، توصيله كروس. يعني ايه؟ تعالى اديك امثله كده وانت ترد عليا بقى. يعني لو وصلت حاجه من العمود ده بحاجه من العمود ده يبقى ستريت، طب حاجه في العمود بحاجه نفسها في نفس العمود يبقى التوصيله كروس. طيب لو وصل الكمبيوتر بسويتش ستريت ولا كروس؟ ستريت. جدع. طب راوتر بهب ستريت. طب بي سي اللي هو كمبيوتر يعني براوتر كروس. يا طب راوتر براوتر كروس. طب بي سي بي سي كروس. طب سويتش بسويتش كروس. طب هب بهب. طب سويتش براوتر ستريت. سويتش براوتر فاهمك. طب الستريب بتعمل ازاي والكروس بتعمل ازاي؟ تعالى ما اقول لك القصه ماشيه ازاي. بصوا يا شباب، طبعا عشان اوصل دي في جهاز والكابل الثاني اللي هي الفرده الثانيه من بتاع ده في جهاز، لابد ان يبقى في هنا كونكتور حاجه كده تدخل في الجهاز ده. الفيشه انت لما يبقى عندك جهاز تلفزيون ولا حاجه مش له فيشه كده متركبه في الجهاز. ها؟ اسلوب ايه؟ فيش متركبه اسمه ايه؟ بريزه. خدت بالك؟ فده برضه لابد ان يبقى له كونكتور، الكونكتور المستخدم انا هو هو ده. ده ار جي بيسموه ار جي 45، ار جي 45 ده يعتبر المقاس الكبير بتاعه. في 8 بنات، في ار جي اصغر منه اللي انت بتستخدمه في التليفون، ده التليفون اللي هو الار جي الصغير بيسموه ار جي 11. في اربع بنات بس، انما الار جي ده اسمه ايه يا عم احمد؟ ار جي 45، وده اللي بيستخدم لعمل كابلات او المستخدم ككونكتور لكابلات اليو تي بي. ماشي كده يا محمد؟ طب يتوصل ازاي؟ تعالى اما اوريك الاول التقريجه الستريب بتتعمل ازاي والتقريجه الكروس بتتعمل ازاي. لو تخيلنا ان ده الار جي بتاعنا، احنا قلنا في كام بنت يا محمد؟ 8. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. طبعا انتوا عارفين ان كل سلك بيبقى فيه اثنين ار جي. السلك اهو في سلك مفروض اهو، مش بتركب هنا ار جي عشان توصل للعده اللي هنا او المعده اللي هنا سواء بي سي او راوتر، وحط هنا برضو ار جي عشان توصل. فانت محتاج اثنين ار جي، ازاي الار جي الثاني ترتيبه برضو اهو 1 2 3 4 5 6 7 8. خد بالك بقى، هو انت جهازك او جهاز الكمبيوتر او اي معده في الشبكات عباره عن جهاز ارسال واستقبال. فانت عشان ترسل انت محتاج سلكين ترسل عليهم، وعشان تستقبل محتاج سلكين تستقبل عليهم. يبقى انت كل الموضوع كله محتاج كام سلك؟ انت عندك 8، انت محتاج كام؟ طب واحد يقول لي طب الاربعه التانيين استخدامهم في ايه؟ الاربعه التانيين ساعات بيستخدموهم كباور. عارف يعني ايه كباور؟ اقول لك انا دلوقتي الاول، بس خلينا ايه؟ اقول لك ليه كباور؟ ولكن هقول لك ليه كبار، ولكن خليني الاول اقول لك مين هم الاربع سلوك اللي بتمشي عليهم الاشاره. قال لك الطرف واحد واثنين دول بيعتبروهم طرفين سند، اما ثلاثه وسته بيعتبروهم طرفين ريسيف. كذلك برضه الايام الثانيه واحد واثنين يعتبروا طرفين سند، وثلاثه وسته باختلاف بقى ماليش دعوه بالالوان يا محمد، انا ما بتكلمش في الالوان دلوقتي. انا بقول لك فعلا على حسب ترتيب الار جي اي بنايه بتوصل. خد بالك لما تيجي تمسك الار جي عشان تركبه تمسكه كده، الدليل البتاع اللي عارفينه ده اللي سامعين صوته دي بيسموها الدليل، تخلي الدليل للخلف وعينك كده ساقطه على الايه؟ على الار جي، وتبدا تعد من الشمال لليمين. يعني البنا رقم واحد فين؟ على حسب المنظر ده كده البنا رقم واحد ده. بنا واحد هنا هي اول واحده على شمالي. تمام كده؟ طيب البنا رقم 8 يبقى اخر واحده تحت دي اللي هي تحت. طيب يبقى انت عندك طرفين الارسال واحد واثنين وطرفين طرفين الاستقبال ثلاثه واربعه. طب اربعه وخمسه وسبعه احنا قلنا ايه؟ ثلاثه وسته؟ ثلاثه وسته معلش. طب اربعه وخمسه وسبعه وثمانيه؟ ما لهمش اي تاثير. بس ساعات بيستخدموهم كباور ازاي؟ في تليفون ان شاء الله تدرسوه، مش الكورس اللي طبعا بندرس في الفويس، حاجه اسمها اي بي فون.
تليفون اي بي بيركب له كابل انت عارف زيه زي الجهاز. الاي بي فون ده تليفون عباره عن تليفون بيدخل له جاك نت. جاك النت ده محمد طبعا عليه الاربع سلوك بتوعنا اللي هو السند والريسيف. وطبعا ممكن نقول التليفون ده التليفون ده لو بيشتغل بستة فولت ممكن يستخدمه، ما دول ماشي عليهم فولتات برضه، ممكن يستخدم السلكين 7 و8 و4 و5 دول انه كدايره باور تغذيه تخلي الشاشه بتاعته تنور، تيجي تضغط على الزراير تين تين تين، واخدت بالك؟ فكباور يعني هم كاستخدام هم مستخدمين كباور، انما ارسال واستقبال على 1 و2 و3 و6. طيب توصيل الاستريب بقى بتعمل ازاي؟ سهله جدا. بص كل واحد هنا بيزيك واحد بواحد، اثنين باثنين، ثلاثه بثلاثه، اربعه باربعه، خمسه بخمسه، سته بسته، سبعه بسبعه، ثمانيه بثمانيه. سهله؟ باشمهندس ده بي سي وده بي سي؟ اه مثلا لو تخيلنا مش شرط يا عمي، انا بقول لك التوصيل الاستريب بتتعمل ازاي؟ انا ما قلتش بي سي وبي سي. توصيل الاستريب بتتعمل بين مين ومين؟ حاجه من هنا وحاجه من هنا، يعني بي سي مع سويتش مثلا. يعني ممكن يبقى في هنا بي سي وفي هنا ايه؟ سويتش او هاب. يبقى التوصيل هتعملها ستريب. انا بس بقول لك الستريب بتتعمل ازاي؟ والبروسيسور بتتعمل ازاي؟ طالما انت عارف دي بتتعمل ازاي؟ بتتعمل ازاي؟ انت عارف اصلا الجهاز ده لو جهاز بجهاز دول توصيله كروس. اعرف اعمل كروس ازاي؟ دول ستريب، اعرف اعمل ستريب ازاي؟ تمام؟ انا ما بتكلمش من مين ومين دلوقتي لان انت خلاص عارف. انت عارف من مين ومين. فالتوصيله دلوقتي اسمها ايه؟ ستريب. حلو الكلام؟ كلام كلام جميل. سلام يا عم احمد. طب حد حافظ ترتيب الالوان يا محمد؟ ترتيب الالوان. ترتيب الالوان ايه بقى؟ بص بقى من الشمال لليمين. برتقاني ابيض، برتقاني اخضر ابيض، جدع ازرق، ازرق ابيض، اخضر بن ابيض. معلش انا بحب اقول بني الاول. بن ابيض هي بس مجرد راحه نفسيه. بني. طب واحد يقول لي طب لا اشمعنى؟ طب ثانيه واحده حضرتك انت بتقول لي ايه؟ اللي هنا اهم حاجه الالوان هنا زي الالوان هنا. طب واحد يقول لي طب انا عايز بقى ارتب ايه؟ الاول ايه؟ ازرق ابيض ازرق ومش عارف ايه ايه؟ براحتي انا عايز اعمل ترتيب بمزاجي بقى. انت مش بتقول لي هنا زي اللي هنا؟ تشتغل؟ طب اشتغل. بس الترتيب ده له ميزه. انت اهم حاجه انا بقول لك عشان تعمل توصيل ستريت ترتيب الالوان هنا زي ترتيب الالوان هنا، وانا بوصيك تحفظ ترتيب الالوان ده. طب ليه يا عم محمد؟ قال لك لان الجماعه دول هم بيصنعوا. هي الاشاره بيقولوا ايه؟ الاشاره ماشيه على كام سلك؟ اربعه اللي هم واحد واثنين وثلاثه وسته. طيب انا هخلي لك واحد واثنين دول اللي هم البرتقالي بالوان، وثلاثه وسته اللي هو الاخضر بالوانه سواء اخضر او اخضر ابيض. وانا بصنع السلك هقوم نزود نسبه النحاس في الاربع كابلات دول عن اربع كابلات التانيين. طب الجماعه بتوع اتصالات بتوع الكترونات، حد عارف نسبه النحاس لما تزيد في السلك ايه اللي يحصل؟ الشرط يبقى سريع. الشرط يبقى سريع. ايوه، اذا زادت نسبه النحاس في السلك، طبعا انتوا عارفين النحاس غالي. هو بيزود نسبه النحاس في الاربع سلوك دول البرتقالي والاخضر على الاربعه التانيين. عشان لو زادت نسبة النحاس يا محمد تبص تلاقي بتزيد حاجة كده في السلك، حاجة اسمها الكوندكتيفيتي بالانجليزي، اسمها التوصيلية الكهربية، قدرة السلك على توصيل إشارة. وإذا زادت الكوندكتيفيتي كنتوا درستوها في الكلية سيجما، عارفها؟ كوندكتيفيتي. إذا زادت الكوندكتيفيتي اللي هي التوصيلية الكهربية زاد التيار او زادت الالكترونات، كلما زادت الالكترونات التي ممكن ان تنبعث من هذا السلك. طب واذا زادت الالكترونات اللي ممكن تنبعث من السلك ده يا محمد؟ يصير التيار. واذا زاد التيار عند ثبات الجهد قانون اوم تقل الايه؟ المقاومه. طب واذا قلت المقاومه، انت مش معاك ترتيب؟ انا بقول لك ايه؟ اذا زادت التوصيليه، زادت نسبه النحاس تزيد التوصيليه الكهربيه، اذا زادت التوصيليه الكهربيه اكيد الالكترونات اللي هتنبعث من السلك ده تزيد، واذا زادت الالكترونات زاد التيار. طب واذا زاد التيار عند ثبات الجهد اللي المقاومه. طب واذا قلت مقاومه السلك يبقى السلك ده ممكن يفرد معاك مسافات طويله. ده الغرض اللي انا عايز اوصله، ان كل ما زادت نسبه النحاس في السلك ده السلك طوله يزيد معاك عم ما تركب ريبيتر تاني.
لذلك انا بنصحك بترتيب الالوان ده. ليه؟ لان ترتيب الالوان ده، تعرف ترتيب الالوان ده زمان ايام ما كانوا بيصنعوا كابلات نظيفه كان ممكن اعمل السلك على مركب الريبيتر احط لي مثلا 160 متر 170 متر على مركب الريبيتر. دلوقتي انت هتجيب 100 متر بالعافيه، بس اهم تحافظ على الترتيب ده ماشي، لان هي نسبه النحاس قلت في السلوك. انما انت لو وصلت بالتجربات الثانيه عند محمد احمد هتبص ليه مثلا السلك مثلا جيب لي معاك 70 متر 60 متر على نحاس مركب الريبيتر ده، فحافظ قدامك على الترتيب ده. طيب يعني لو واحد رتب لي الترتيب ده هنا والترتيب ده هنا، يبقى الترتيب كده او التقريشه كده اسمها ايه؟ او الكابل ده اسمه ايه؟ ستريت ثرو. طب واحد يقول لي طب الكروس بتتعمل ازاي؟ طبعا عبد المحسن هيسالني السؤال بتاعه، ايه مين متوصل هنا ومين متوصل هنا؟ انت بقى عارف بقى الكروس على حسب بقى ايه الثانيه. توصيل الكروس بتتعمل ازاي؟ بص يا سيدي مفيش اسهل منها بره، انت تركيزك مع واحد واثنين وثلاثه وسته. الكروس بص بص طرفين الارسال هنا باستقبال هناك. الارسال هنا مين ومين؟ واحد واثنين. كان باستقبال هنا؟ ثلاثة وستة. يبقى واحد بثلاثة واثنين بستة. وزي ما عملت هنا تعمل في الطرف الثاني. ابراهيم يبقى واحد بمين؟ بثلاثة واثنين بستة. طب واربعة وخمسة وسبعة وثمانية؟ ولا تشغلهم بقى، الاربعة واربعة زي ما هو بس ما بيستخدمش في الارسال. خمسة بخمسة وسبعة بسبعة وثمانية بثمانية. سهلة؟ طيب واحد زي الشاطر بقى استنى هيقول لي طب اقرج ازاي؟ انا اقرج ازاي؟ مش فاهم انا بص اقرج ازاي؟ هقول له ار جي، ما انت السلك اهو في ار جي، ار جيين او في اثنين كونكتور، واحد لو واحد واحد بالترتيب اللي انت حافظه. طب لو الثاني اتعمل بنفس الترتيب بقت ستريت. طب لو اتعملت عايز اعملها كروس بقى، لو انا عايز اعملها توصيلها كروس، يبقى واحد بالترتيب اللي انت حافظه والثاني بترتيب تاني. بس على فكره الترتيب الثاني انت ممكن تستنتجه بالترتيب الاولاني. ازاي؟ بص كده مش ده سلك واحد؟ امشي وراه امشي وراه امشي وراه. لونه ايه؟ اخضر. يلا طب السلك اثنين؟ اخضر. جدع. السلك ثلاثه؟ تمام. جدع. سلك اربعه؟ ازرق. سلك خمسة أزرق أبيض. سلك ستة. سلك سبعة بن أبيض. سلك ثمانية بن. أسهل عليك الموضوع شوية. بص يا سيدي أنت مش حافظ الترتيب، أنت حافظ ده بس، أنت مش حافظ ده. كل كلمة برتقالي قبلك شيلها وحط مكانها في الطرف الثاني أخضر، وكل كلمة أخضر تقابلك شيلها وحط مكانها في الطرف الثاني. مش ده برتقال أبيض؟ أكيد اللي بقول أخضر أبيض. برتقال أكيد أخضر. أخضر أبيض أكيد برتقال أبيض. أزرق أزرق أبيض زي ما هم. طب أخضر أكيد برتقال. طب بني أبيض بني؟ زي ما هم. زي ما هم. يبقى اللعب كله في الإيه؟ في البرتقال والأخضر. هتشيل الكلمة دي تحط. فهمت التوصيل الاستريب بتتعمل إزاي والتوصيل الكروس بتتعمل ازاي؟ انا عايز افرجك على فيديو الراجل هيعمل توصيله ستريت دلوقتي، وبعد ما يعملها يبدا ايه يعملها تيست. فيا ريت يا محسن تجيب. بصوا يا شباب الكابل اللي انت بتستخدمه ده يو تي بي. يو تي بي في منه كذا نوع، اشهر الانواع اللي انت بتستخدمها كات 5. كات 5 ده يقدر يعدي سرعه لغايه 100 ميجا. سرعه الكابل ده 100 ميجا، وطبعا ده كلام في الاونطه ده اللي بيكتب على الورق، لان يعني الكابلات دي رديئه فما بتمشيش السرعات العاليه دي، بس ده الديفولت بتاعه. يعني بتلاقي مكتوب على السلك كده كات 5. يعني وريني كده السلك كده يا محمد. استنى كده استنى كده استنى كده. مسحها. ها ممسوحه ولا ايه؟ موجود موجود كله موجود. طيب لقيتوا يا شباب؟ جدع. كات 5 اي ايثرنت. كات 5 اي مكتوب على الكابل. طيب الكابل ده قلنا امكانياته ايه؟ في نوع تاني اسمه كات 6 وده انضف من الكات 5. ده يقدر يعدي 1 جيجا. طبعا لو انت عندك الامكانيه تجيب ده ولا ده هدي افضل. طبعا ده بيعدي 1 جيجا في الثانيه، 1 جيجا في الثانيه بسرعه. ها؟ موجود؟ موجود. كله موجود. ماشي بس اغلى من ده شويه. ماشي
انا عايزك تبص على الراجل ده وهو بيقرش بيجيب لك بقى المكونات بيقول لك انا معايا سلك وار جي واللي الراجل حتى زي اللي معانا يعني. وده الجهاز اللي معاه ده اسمه تيستر. الجهاز ده مثلا ب 25 جنيه ولا حاجه عشان تيست الكابل بتاعك. 10 جنيه 10 جنيه ماشي. انا هصرف ومعاه قلم. تعرف القلم ده في الكتروني مش لازم اللي كده. هيبدا الراجل يشيل الماوس من على عشان تشوفه كويس. هيبدا الراجل يجيب الراجل بتاعه وهيبدا اول حاجه يشيل البلاستيك زي ما انا شيلته من شويه يحزه كده بالسكينه اللي في الراجه ويبدا يشيل البلاستيك. وهيبدا يرتبهم من الشمال لليمين. طبعا هو لما فردهم وهم ملفوفين على بعض اهو تويست بير هيبدا يفكهم. هيبدا يفكهم واحده واحده. هيبدا يرتبهم بالترتيب اللي انت عارفه من الشمال يمين برتقاني ابيض برتقاني. يا سلام وقف كده الصوره شويه. هبص كده من الشمال يمين برتقاني ابيض برتقاني اخضر ابيض ازرق ازرق ابيض اخضر بني ابيض بني بنفس الترتيب اللي انت ايه حتى ارسمهم لك هنا. وهيبدا يضمهم على بعض طبعا ما يبقوش متفردين كده. يبدا يضمهم وياخد منهم قيمه 1 سم كده او عقله صابع عشان يبدا يدخلها في الارجيه. شوف بيقول لك خد 1 سم كده يعني طبعا احنا مش هنعمل كده. احنا هناخدها بالتقريب كده 1 سم كده بعنينه او قد عقله صابع كده. وهيجيب ده فايده القلم. ده الفايده الوحيده للقلم عشان تبقى متساوي يا باشمهندس. لا ما انت بقى خليك بقى يعني استاذ مش متساوي. انت خليك بقى لما تنزل بالسكينه ايه تبقى نازل صح وتقص كده قص صح كده اهي. خدت بالك؟ وهو يبدا يدخلهم في الارجيه من الشمال اليمين. ملاحظين يا جماعه الشمال بتاع الارجيه فين؟ انا ايه؟ تاني الحته دي ماشي. الراجل قطع اهو وهيبدا يدخله في الارجيه. شوفوا البرتقالي الابيض على الشمال ازاي؟ فوق على الشمال. لو انت باصص له كده ادي الارجيه. شوف ملاحظ الارجيه دخل ازاي؟ من الشمال اليمين طبعا الشمال اللي هو اللي فوق ده برتقالي ابيض. لو لاحظت برتقالي ابيض بعد كده برتقالي بعد كده اخضر ابيض. لاحظ؟ هنبدا احنا نعمل التوصيله دي دلوقتي. بدا يضغط كويس قوي. خد بالك لاحظ ان في بنات هنا اهي بنات نحاس. لابد ان السلك في ناس كانت بتقرش تقوم مدخل لي السلك لغايه هنا وبعد كده يضغط بالبن النحاس تنزل على الهواء. لا المفروض ان السلك بتاعك يكون نايم تحت البن النحاس لان البن النحاس ده هتنزل. شوف لها خطافين ازاي هتقوم تعض السلك. فلما تعض السلك يبقى السلك ده موصل للكهرباء. البنه دي توصل للكهرباء فتوصل اشاره. لازم تكون البنات كلها داخله وبايه بايته جوه تحت السلك. ملاحظ معايا كده؟ شوف البنه دي او السلكه دي تحت البنه دي على طول. يعني البنه دي لو اتضغط عليها تنزل ايه؟ بعد كده يجيب القراجه يدخلها في الحته ايه؟ اللي هي عشان يخلي البنات تنزل تضغط على السلوك كلها فتبقى توصيله قويه. شوف بقى يبدا يضغط ويضغط جامد. ايوه ها؟ ضغط ضغطه جامده اهي. بدا السلك بتاعك ايه؟ يبقى متينه تمام. بقول لك جامد طب تقريجه جامده. بعد كده يجيب الايه؟ دي بس مجرد شكل جمالي بس اللي على في الاخر. بس كده السلك اتعمل. هيقوم مقرج اليمه الثانيه بنفس الطريقه. تمام؟ وكده بقى السلك عندك بالمنظر ده. عايز يختبر بقى السلك بتاعه التوصيله بتاعته كويسه ولا لا؟ فهيبدا يجيب التستر ويشغله. ماشي كده؟ هيبدا يجيب التستر ويشغله. هتبص تلاقي بصوا كده هتلاقي ايه؟ لو تلاحظ معايا انا وقفت واحد تنور قبل واحد واثنين قبل اثنين وثلاثة قبل ثلاثة وأربعة قبل أربعة وخمسة قبل لغاية ثمانية. أنت أهم حتى بفرض في لونض ما نورتش. في ناس تقرش تقول لي في لونض ما نورتش. هقول له أنت أهم لونض عندك كام وكام؟ واحد واثنين وثلاثة وإيه؟ دول أهم حاجة نور. واحد فين فصلت يبقى التقريشة بتاعتك مش مظبوطة. فتشوف الراجل بعد ما قال إيه؟ كله ما شاء الله كله جميلة. الثمانية بينور يبقى التقريشة اللي صاحبنا عاملها تقريشة محترمة جدا جدا جدا. طيب احنا عايزين نعمل دلوقتي لب صغير كده قبل ما نمشي. لب بسيط عايزين نقرش السلك اللي معانا ده وعايزين نوصل ما بين جهازين و نخليهم يتكلموا مع بعض او يبعتوا بيانات لبعض. مثلا
انا هعمل جهاز وليكن الجهاز بتاعي ده وهنديله الاي بي 10 بالزيرو بالزيرو واحد، والجهاز الثاني ده ونقول له 10 بالزيرو بالزيرو اثنين، وهنوصل ما بينهم كابل. يا عبد المحسن يا طارق، الكابل ده اسال نفسك الاول قبل ما تعمل الكابل ستريت ولا كروس؟ كروس صح. يبقى المفروض ان احنا نعمل كابل كروس. بس في معلومه هقولها لكم، ويمكن واحد دلوقتي يقول لي طب حضرتك دلوقتي انا ممكن اوصل الجهازين ببعض بكابل ستريت وبيشتغل صح الكلام؟ الفكره زمان ما كانش ينفع اللي انت بتقول عليه، دلوقتي على بيعملوا في كروت الشبكه حاجه اسمها كونفرترات عشان يريحوا اللي هم المستخدمين اللي هم زي حالتنا. تعال تعمل الترجيه بتاعتك ستريت وخلاص، كل المعدات دلوقتي عارفها كونفرترات، هي تيجي بتشتغل نفسها كروس، بس انت تعمل ستريت وخلاص فخلص نفسك. فواحد يقول لي يعني انا ممكن الاجهزه الحديثه دي، الاجهزه الحديثه اللي انت قاعد عليها دي ممكن تعملها ستريت وتشتغل، لان كروت الشبكه اللي فيها حديثه فيها كونفرترات بتقلب نفسها. انا كان عندي مره جهاز قديم ديسك توب زي ده قديم، وكان معايا لابتوب، اللابتوب كان بيفهم الايه في الحركه دي، الديسك توب ما كانش في الحركه دي. عملت كابل ستريت ووصلت اللابتوب بتاعي باللابتوب بتاع محسن واشتغل. روحت البيت بنفس الكابل وصلت ما بين الجهاز ده والجهاز ده، ايه مفيش، مش عايز يشتغل خالص. اضطريت اعمل ايه لما لقيت الجهاز ده قديم؟ كنت عامله كروس وموصل الجهاز ده بالجهاز ده اشتغل. طب هل التوصيله الكروس ممكن تشتغل؟ انت بتقولي الستريت بتشتغل ما بين الجهاز، انت لو عملتها كروس برضه تشتغل، ده الاصل. فانت يعني نصيحتي ليك اعملها كلها ستريت، لو لقيت في حاجه معجزه معاك اعملها كروس، ارجع زي الايه؟ زي ما الكتاب بيقول، زي ما انا رسمت لك الرسمه او المبدا الاساسي في التوصيل. ماشي الكلام؟ فانا دلوقتي عايز اعمل لاب بسيط ما بين الجهازين دول، جهاز نحطه الاي بي ده وجهاز نحطه الاي بي ده، ونقصر او نقرج ما بينهم هم الاثنين. فانا معانا ارجيهاتنا اهي، وادي معانا سيب، هي في طرف متقرج، احنا هنقرج بس طرف. لو تتلموا كده الشباب حطوني في النص كده ولا حاجه. النص كده عشان الشباب تشوف. وسعوا وسعوا كده. حاول واللي يعني كده يقوم يقف او بتاع. انتوا طبعا بتهيألي يعني زي ما انتوا شفتوا في الفيديو في كتير منكم يعرفوا يقرج، فالعمليه بسيطه بالنسبه لي. انا طبعا بعد ما قرشت التقريشه بتاعتي دي، طبعا الشعر الحرير ديت تشيلها ملهاش اي لازمه. هبدا اعمل ايه بقى؟ ارتب الحاجات بتاعتي، افردها كده كده كده. طبعا بعد ما تعملها تبدا تفك التحويله بتاعتك. ايوه كده تبدا برضه تفك الرابطين على بعض دول كده. دلوقتي اظن بقت عمليه سهله موضوع التقريش ده دلوقتي، وتبدا تفردهم. شوفوا ان هم فيهم عرض كده صغيره او لاويه كده صغيره، فانت تبدا تجيبها كده بس ما تشدش جامد، انت تقطع السلك واحده بالراحه كده يعني ايه، تقطع كده شويه كده تسحب وانت تسحب معاك، بحيث ما تبقاش ايه فيها اللاويه بتاعتها دي، بحيث تبقى ايه مستقيمه اشبه انها تكون مستقيمه. تبدا تعمل كده في كل السلوك بتاعتك. خلاص حضرتك كده تبدا ترتب من الشمال اليمين، برتقاني ابيض برتقاني، برتقاني ابيض برتقاني، بعد كده اخضر ابيض، بعد كده ازرق ازرق بس ازرق. يبقى ايه؟ برتقاني ابيض برتقاني اخضر ابيض ازرق، بعد الازرق ازرق ابيض، بعد الازرق ابيض اخضر، بعد كده بني ابيض بني بني ابيض. هم قربوا من بعض كده. طبعا احنا يمكن التستر مش موجود معانا دلوقتي، ولكن طبعا على قد 1 سم طبعا معناش قلم، او ملوش لازمه القلم لان برضه معناش مسطرة. حضرتك انت يكفيك بس مجرد النظر بس، انت كده ممكن تقربهم على بعض كده، وقد عقلة صابع كده ولا حاجة محسن تقطع الايه الزيادات دي. وتبدا توصل الايه
الار جي بتاعك بصوا كده برتقال ابيض هنا على الشمال اهو الدليل الخلف هبدا ادخل الار جي بتسيب الار جي بتاعي طب حضرتك هبدا ادخله كده كويس وابدا قبل ما اضغط ارتب ابص على الترتيب تاني محدش يبص لي كده بص ترتيب صح البن الابيض على فكره الاخضر بتبدل مع البن الابيض هبدا اطلع السلك مره ثانيه وارتبهم مره ثانيه المسافه 1 سم دي مش بتبان على الطرف اه مع الطرف هبدا ارتبهم مره ثانيه طبعا انت ممكن اول تقريبه معاك تاخد وقت طويل هتقول حضرتك انا اول تقريبه قعدت اقرا شويه ايه ساعتين وانت ما تزهقش لا اسمع الحياه ولا حياه مع ايه مرتبط مرتبط ابيض ازرق ازرق ابيض اخضر بن ابيض بن كده تمام هبدا بقى ازقه كويس في ناس بتطوله دي بقى الحكمه من تطويل انك تعمل بالظبط 1 سم عارف البلاستيك الابيض ده بيدخل يزنق في الـ في الار جي في يديك متانه في الار جي هي قويه انما في ناس تقوم مطوره لك السلك لغايه هنا تبص تلاقي السلوك طلع بره لغايه هنا اي تك تك تطلع منه فكل ما كان البلاستيك الابيض داخل وساند جوه الرابط جوه كل ما كانت التقريجه بتاعتك قويه ولو تلاحظوا كمان السلوك بتاعتي داخل تحت الجنات الصفراء ايه يعني مجرد ما هضغط على البنه الصفراء تنزل تعض على السلك سواء هنا او هنا او في النص او كله تمام كده بعد كده ابدا اجيب الار جي بتاعي ارجع الدراجه بتاعتي وابدا ادخل الايه ايه بعد كده وابدا خطوه حضرتك كده اهي وابدا ايه اضغط كده تبدا في هنا سنات معدن هنا تبدا تضغط على البنات الحديد ديت تنزل تعض على السلوك وتبقى التوصيله بتاعتي كده ايه اه ما حصلت مساعدات طيب مش شرط يعني اهم حاجه تكون واثق من ايه من عضلات ايدك تمام عضلات كويسه تمام خلاص احنا مش هنشد عشان ما تضيعش المهم ممكن برضه عضلاتك تبقى اي كلام يعني بس ايه الحمد لله يعني ان شاء الله ايه ان شاء الله تدريجه حلوه ماشي يا عم احمد بدالي دي متقرجه هي كمان دي متقرجه هي كمان باذن الله تكون تدريجه كويسه هي كمان عايزين نوصل دلوقتي ما بين جهازين ونبدا نعمل ما بينهم شبكه شوف لي الجهاز بتاعك ايه ده انا هفصل طبعا هفصل البرنامج ده اللي هو بتاع الجهاز بتاعك كام يا عبد المحسن اي بي وكام؟ واحد 9 2 1 6 8 3 122 طب استنى عشان ما اغيرش الاي بيهات ده جهاز عبد المحسن 1 9 2 1 6 8 3 كام يا عبد المحسن؟ 122 122 وده الجهاز بتاعي انا هشوف برضو الاي بي على الجهاز بتاعنا كمان كام؟ انا 120 1 9 2 1 6 8 3 122 هنوصل الكابل ما بين جهازي وجهاز عبد المحسن واحد يقول لي يا استاذ ده انت عاملها ستريت ما انا قلت لكم الاجهزه دي فيها كونفرترات وان كان الصح ان انا اعملها كروس فنبدا نوصل كده امسك كده الصوان يا محمد وصل الجهاز ده شيل كده الكابل اللي انا ورا ده وصل السلك ده مكانه اه وصلت بدا الراجل ده يوصل والراجل ده كمان يا رب التوصيلات ان شاء الله الحمد لله التوصيلات صح لان علامه اكس راحت علامه اكس ايه راحت دلوقتي انا عايز اشوف هل جهازي اه كده وصل الحمد لله انا عايز اشوف ان جهازي قادر يتواصل مع جهاز عبد المحسن ولا لا فانا هفتح شاشه الدوس عندي سي ام دي وهم قايل له بينج مسافه ماينس تي مسافه 192.168.3.122 مش ده جهاز عبد المحسن؟ يرد عليا الحمد لله كده الشبكه انا ببنج عليه وهو بيرد عليا طبعا الكابل لو اتشال دلوقتي هتبص تلاقي البنج ده ايه؟ قطع طيب دلوقتي انا عايز ادخل اخد حاجه من على جهاز عبد المحسن بدل ما افك الهارد يبقى عبد المحسن يشيرها لي عارفين يعني ايه يشير؟ عارفين تشيرها ازاي؟
ورينا كده وشنا بالشاشه كده على جهاز عبد المحسن. يا محمد خش يا عبد المحسن افتح ماي كمبيوتر مثلا وخش مثلا على اي بارتيشن عندك وليكن النود ريد ده سوفت وير شير لي شير لي عليه سوفت وير كليك يمين قول له شير شير اند سكيورتي اهي تحت ايوه ايوه والمجموعه اللي تحت الكلام الكتير ده لا 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 ثانيه واحده هنا وتقول له جاست انيبل فايل شيرنج تضغط اوكي تقول له شير الفايل ده وتقول له اوكي هتبص تلاقي ظهر كف ايد تحت الفولدر بتاع سوفت وير بتاع محمد اللي هو عمله ده. طيب كده الملف ده اتشير عند او عبد المحسن شيرهولد. طب هل ينفع انا ادخل من على جهازي ده ادخل على جهازي اخد الملف ده؟ قال لك اه ينفع. عارف تعمل ايه؟ فطبعا انا واقف على جهازي اهو على السبوره الاول كده اهو عامل هنا 2 باك سلاش افتح قائمه ران اكتب 2 باك سلاش واكتب الاي بي بتاع الجهاز انا عايز ادخل عليه اقول له دخلني على دي معناها كده دخلني على 192.168.322 كده يدخلني على جهاز عبد المحسن. تعالى اما نعمل احنا الموضوع ده كده اهو فاتح انا قائمه ران واقول له نمبك سلاش من الشمال يمين واقول له 192.168.322 واضغط انتر. الله الفولدر اهو يا عبد المحسن السوفت وير ممكن اخده بقى ساعتها كده او انا لو عايز اخد منه حاجه معينه وليكن البرنامج ده بس اقول له كوبي واجي مثلا عندي هنا على سطح المكتب واقول له ايه بيست البرنامج ده. ملاحظين يا جماعه عن طريق الشبكه بدا البرنامج اتنين مش كده وبس. انا دلوقتي ممكن العب انا عبد المحسن او في لعبه كده على الشبكه نقدر نلعبها زي مش كده وبس. اقول لكم على حاجه احنا ممكن نكلم بعض انا وهو ممكن نكلم بعض ازاي في الويندوز الاكس بي برنامج كده ظريف كده اسمه نت ميتنج سمعتوا عليه؟ ممكن تخليكم تديكم بالظبط زي الهوم مسنجر بس داخليا كده تمام. فانت لو دخلت هنا على ماي كمبيوتر هنا احنا عايز اخد نسخه الويندوز اللي هنا اقول له بروجرام فايلز في برنامج وين كده ليه نت ميتنج نت ميتنج. لو دخلت انت على نت ميتنج اهو هشغله برنامج ظريف جدا. فيرست نيم بتاعي مثلا احمد لاست نيم مثلا عبد الله والايميل بتاعي اي حاجه مش عارف ايه اي كلام اللوكيشن اي كلام اي كلام بس اهم حاجه الاسم بس عشان يبقى باين. قول له نيكست 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 نيكست. طبعا ممكن نتكلم صوت كمان يعني ممكن لجينا ان احنا بنلعب لعبه البرنامج ده يساعدنا ان احنا نكلم بعض واحنا بنلعب تمام كده. عبد المحسن انبلوك اهو هتظهر لي حاجه افتتاحيه كده شبيهه باليهو مسنجر. تعرف تعمل الموضوع ده عندك عبد المحسن تشغل البرنامج ده عندك؟ استاذنكم تشغله عنده عشان ننزل نخلي الجهازين يتكلموا مع بعض. اكتب مثلا عبد المحسن ماشي عربي مش هتقدر بس يفضل انجليزي يعني بس ماشي مش مشكلة يا شباب أي حاجة بس الإيميل على فكرة بتاعك ماشي نيكست نيكست ماشي ها نيكست 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 فين ها نيكست تمام كده البرنامج اشتغل عند الراجل ده. دلوقتي يا جماعة أصبح فيه طالما ما بيننا الشبكة وبنستخدم نفس البرنامج اللي ممكن يخلينا أو نفس الأبلكيشن اللي ممكن يخلينا نتواصل مع بعض أنا دلوقتي هتصل على عبد المحسن وهنكلم بعض. بصوا كده لو تيجي لي هنا كده محمد أقول له أي بي 192.168.322 ما بكتبش ليه؟ هنج ليه؟ استنى هنج واحد تسعة اتنين واحد ستة تمانية تلاتة دوت واحد 122 صح مش ده اي بي عبد المحسن يا جماعة؟ وقول له بص اتصل اضغط على التليفون بليس كول انشئ اتصال. مجرد ما اضغط لو الراجل ده عنده سماعات هيسمع. بص روح هناك كده قبل ما اضغط استنى ها ظهر عنده اتصال اكسب اقبل اتصال ايوه بقول له ايه بقى في دلوقتي ظهر عنده في القايمة بقول له احمد عبد الله وعبد المحسن اهو ده اسمه دلوقتي هما الاثنين متصلين ببعض. عارفين لو انا عايز اكلمه بصوا
انا ممكن اكلمه من هنا شات، ممكن اشات معاه اهو، ممكن اكلمه حتى عربي اقول له مثلا السلام عليكم، بس الكلام ظهر انجليزي يعني ظهر علامه استفهام. انا ممكن اقول له مثلا اكتبها بالعربي الانجليزي بقى، السلام عليكم، فهتظهر كلمه السلام عليكم هنا عنده. اكتب اي حاجه، قول لي مثلا عليكم السلام ولا حاجه، ونبدا نتواصل مع بعض. الراجل كاتب لي هاي ولا حاجه، ماشي كلام جميل، بدا يبقى فيه اتصال ما بيني وما بينه، مشكله وبس. انا ممكن اكلمه صوته اهو صوت، ولو في كاميرا على فكره كمان ممكن تشتغل، وممكن ننقل بيانات مع بعض عن طريق حاجه بسيطه، حاجه يعني مش عايز اقول لك برنامج موجود في الويندوز، حاجه بسيطه خالص، مجرد بس انك وصلت توصيله صح ما بيني لازم. فاهمين حاجه رجاله النهارده؟